طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. إرادتنا السياسية إرادة قوية، ما نسمح أنه تروح يعني عمليتنا السياسية أدراج الرياح، ما نسمح إطلاقا. لا يوجد إصلاح على الإطلاق بدون تغيير الأحزاب الكل وانتخابات جديدة حقيقية ومفوضية انتخابات حقيقية. بالنسبة للانتخابات القادمة أنا ما أشارك بها، لأن هاي الانتخابات لا تقدم ولا تأخر، وسوتنا الانتخابات السابقة حتى سوينا هاي الانتخابات، فماكو فائدة من هاي الانتخابات. ما نسمح إطلاقا ولا يمكن، لو نجيب الناس بالقوة ونقعدهم ها هم نسوي. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول المزايدات الانتخابية، حول الوجود الأمريكي في العراق. طبعا من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس كتل سياسية في البرلمان معروفة بقربها من إيران، حملة واسعة تدعمها فصائل مسلحة أبرزها حزب الله والخرساني والنجباء والعصائب وبدر، للضغط على الحكومة، حكومة حيدر العبادي، بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وكان الوجود العسكري الأمريكي يعني إجا قبل سنة أو سنتين. تتضمن جمع تواقيع أعضاء البرلمان لمطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من الوجود الأمريكي وفق ما أكدت مصادر لصحيفة العربي الجديد، وأوضحت بأن تلك الضغوط تهدف لدفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مطالبة واشنطن بتحديد جدول زمني لبدء سحب الجيش الأمريكي من العراق، وهو ما تتحفظ عليه حكومة حيدر العبادي في الوقت الحالي، وتجد أن المرحلة الحالية تتطلب دعما أجنبيا لبناء القوات الحكومية والمساهمة في عملية تدريب ألوية الجيش والشرطة وإسناد مهام غلق الحدود مع سوريا، هذا ما أشارت إليه المصادر الحكومية. طبعا تشارك الحكومة بذلك قوة أخرى في داخل الحكومة، تجد بأن الوجود الأمريكي أو الغرب العسكري مهم ما دام هناك نفوذ إيراني مماثل في العراق، وصور يعني تجوال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في المدن العراقية ما زالت تتصدر نشرات الأخبار كما يتحدث مسؤولون في الحكومة وفي البرلمان. طبعا على سبيل المثال، وفقا لمسؤول في الحكومة الحالية تحدث لصحيفة العربي الجديد بأن رئيس الوزراء يواجه مزايدات وطنية من قبل كتل سياسية وفصائل في الحشد الشعبي تطالبه بأن يتخذ موقف السلب من الوجود الأمريكي في العراق كما قال، وأضاف بأن القوات الأمريكية على وجه التحديد قدمت خلال أقل من سنة 300 مليون دولار لحكومة حيدر العبادي لنزع الألغام ورفع مخلفات تنظيم داعش، ودفعت نفقات صيانة طائرات سلاح الجو، وقدمت ذخائر للمقاتلات F-16، وعوضا عن ذلك تقوم حاليا بتدريب وبناء جديد للألوية ووحدات خاصة في الجيش الحكومي، فضلا عن أفواج من الشرطة، كما تسعى لبناء جهاز استخبارات متخصص بالإرهاب، وهذا ما لا يمكن التفريط به حاليا كما يقول هذا المسؤول رفيع المستوى في حكومة حيدر العبادي. هو لفت إلى أن حيدر العبادي يناور بالملف بين الكتل السياسية الشيعية، كونه يعلم أن الموضوع محصور بين أجندة إيرانية تريد إخراج القوات الأمريكية من العراق وتدفع تلك الجهات، وبين مزايدات انتخابية، ورجح أن يتم الإعلان
عن تخفيض للقوات الأجنبية ككل في البلاد من قبل الحكومة لسحب الزخم الهجومي الحالي، لكن ذلك لا يعني خروجا تاما كاملا لهذه القوات من العراق. هذا المسؤول ختم بالقول بأن القوات الأمريكية هي من خلعت نظام صدام وجاءت من النظام السياسي الحالي، والحديث من قبل أركان هذا النظام عن أنها قوات احتلال يمكن اعتباره انفصام بالشخصية. طبعا القوات الأمريكية بحسب الأرقام الحكومية المسربة أكثر من 11,000، تقريبا 11,800 جندي وعسكري أمريكي في العراق، فضلا عن المئات من القوات الأجنبية الأخرى كالقوات البريطانية والألمانية والإيطالية والفرنسية والكندية والأسترالية، توزعون على 11 معسكر وقاعدة غالبيتها مشتركة مع القوات الحكومية، من بينها 6 معسكرات أمريكية وسط وشمال وغرب العراق. هذا إذا تحدثنا بلغة الأرقام حول التواجد العسكري الأمريكي. لماذا الآن تتحدث هذه الميليشيات المرتبطة بإيران بوجوب خروج القوات الأمريكية؟ القوات الأمريكية موجودة من عام 2003 ولغاية هذه اللحظة، وتؤكد المصادر الأمريكية، يعني على سبيل المثال، يعني إذا ما عندنا اتصال نأخذ تصريح رسمي أمريكي حول التواجد العسكري. نعم، أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو مصطفى، اليوم الجماعة يريدون يطلعون القوات الأمريكية، يعني الميليشيات المرتبطة بإيران، يقول لك إحنا لازم القوات الأمريكية تطلع. يعني ظاهر الجماعة يعني ناكرين جميل، ما هم ذولا اللي ساعدوكم وجابوكم للحكومة، وذول اللي أعطاكم الغطاء الجوي وهدموا المدن. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ وقت السؤال عمر، بالنسبة لهاي كل هاي فبركة على الشعب العراقي. صدقني لا إيران تفيدنا ولا أمريكا ولا أستراليا ولا اللي هاي الدول العددة كلها فعلا محتلتنا، لكن العبادي عنده نوايا خبيثة تجاه الطرفين. هو موالي إيران، تعرف إحنا نعرف كلنا نعرف إنه هو إيران اللي جابتهم هاي الإشكالة القذر اللي أصابتهم على العراق وعلى الأبرياء في العراق. لكن من نجي الواقع حالنا إحنا الشعب كشعب، إحنا ليش كل ما يصدر بيان أو كلام من هاي يقال عن الحكومة، ما هي حكومة لكن غصب عنه صار حكومة، يعني الشعب رأسه يصدق؟ لا صدق يا شعب، ما صدق، لأنه إحنا تجربة لا مرة ولا مرتين ولا 10 يوم، أكثر من 10 سنوات، على 13-14 سنة لهذا الموال. يعني هسه هذا اللي طلع الأمريكيين هو سيدك الأمريكي الإسرائيلي بين قوسين الأصح، الإسرائيلي اللي هم تواجدوا منذ عام 1992-93 في أربيل ومقراتهم، وكان يدسون السم في العراق حكومة صدام حسين. والله صدام حسين، والله مو هو الأمريكي جابه، ولا أنا صدام حسين علم، والله خلي سعودي، كل عربي شريف يقول صدام حسين موجود فهو مو شريف، ولا عربي ولا انتمي للأمة العربية ولا عنده حس قومي. نعم. ولا وطني ولا يعني ولا دين. يعني انت برأيك هاي مزايلات انتخابية، يعني الجماعة بس يريد يعني يصورون للشعب انهم ناس وطنيين وما يريدون اي قوات محتلة في العراق؟ مو اكثر من مزايلات السالك، كل ما يريد لزمته كلهم حرامية. المصيبة انت يا اخي، انت من بعد تسرق ما كان فيك هالسرقة، لو تود المال يعني وقت تصعد بيه القمر. خلنا نكون واقعيين، اليوم انت تسرق مليار مليارين ثلاثة، يعني اشرح والله انت وانت وحساب عظهر مني يمكن ياكلون فلوسها مع اللي قلت العرب، هم راح تخلص من الله ينتقم منك شر انتقام. الله لا يوفقكم، الله ينتقم منكم يا عراقيين، ادعوا لي النهار ما لنا غير الدعاء هسه، احنا مكسرين الايدي والله. استاذ عمر يعني مع الاسف، مع الاسف في شيء ما تشتكي علينا، واليوم الامريكي اللي يصير لي صار لي شريفي نصب اي هو الايراني. خامنئي هو اصلا خامنئي هو كافر ابن كافر. نعم والله ما يعرق بالاسلام ولا يجحول الاسلام، لكن ذول مغشوشين من العرب. أخي يا عربي، أخي دعنا عنا للمذاهب. أنت انتبه لأمتك، والله أنا بدون الأمة العربية لا شيء. طز بالأمريكا وكل أجنبي يجي. أنا إذا ما أمتي يعني شنو؟ أبو مصطفى. لا أمتي وطني. نعم، أبو مصطفى من الموصل كان معنا. طبعا كما تحدثنا، وزارة الخارجية الأمريكية نفت نية الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من العراق. متحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت قالت بأن القوات الأمريكية
في العراق جاءت بدعوة من الحكومة في بغداد وستبقى طالما أرادت الأخيرة ذلك. وزعمت نويرت بأن سبب بقاء قوات بلادها في العراق هو استمرارها في المساعدة على حفظ السلام ومشاريع إعادة الاستقرار حسب تعبيرها. طبعا قبل أيام احنا تحدثنا في حلقات سابقة تأكيد الوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأنها باقية في العراق ولن تكرر الخطأ كما أشارت بتعبيرها، لن تكرر الخطأ بسحب قواتها كما حصل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2011. جماعة قال لك أنا ما راح نكرر الخطأ وإحنا باقين في العراق، والجماعة دا يبنون يعني قواعد عسكرية دائمة كما يصرحون. وأصلا التواجد العسكري الأمريكي كان موجود، صح ليس يعني مثل الأعداد اللي كانت موجودة قبل عام 2011، ولكن بعد دخول تنظيم داعش ويعني استباح ثلث مساحة العراق عادت هذه القوات، وكما أشرنا تقريبا 12 ألف من القوات الأمريكية متواجدة في العراق. معنا اتصال أم زمزم من بغداد، تفضل يا أم زمزم. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام. شو تعتبرين أم زمزم مطالبة الميليشيات اليوم وكتلها في البرلمان طالب حيدر العبادي والحكومة ب يعني الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لسحب قواتها؟ شنو رأيك بهذا الموضوع؟ أستاذ عمر اليوم ومن جهة مندلي حدودنا مع إيران دخلت قطاعات عسكرية إيرانية كبيرة. دخلت شنو حجتها أستاذ؟ تقول بدور أبحث عن جثث المقتولين بالحرب العراقية الإيرانية. أستاذ من إحنا من 2003 وإحنا هسه 2018 هسه تذكرت إيران تدخل قطاعات عسكرية من جهة مندلي تدور على ضحايا الحرب العراقية الإيرانية؟ أستاذ بالنسبة إن إحنا العراقيين أو بالنسبة للسيد المالكي التقى بالسفير الأمريكي وقال له يجب أن يكون الحظ الأوفر للاستثمار للشركات الأمريكية. أستاذ المالكي والعبادي مع الكفة الأقوى بالعراق، إذا كانت أمريكا مع أمريكا وإذا كانت إيران مع إيران في سبيل المنصب. العفو أستاذ ظل مثل الطماطة على كل جذف ترهم. هنا قصة أستاذ الشغلة، إحنا بالعراق تنافس ما بين دولتين كبيرة إيران وأمريكا. نعم. زين هم من باب يقول لك الجماعة جايين وفق اتفاق، هو الاتفاقية الاستراتيجية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية اللي وقعوه في العام 2008 اتفاقية الاستراتيجية، ومن باب الآن يقول لك لا إحنا ذولا قوات احتلال إذا بقوا فترة طويلة، يعني حاليا مو قوات احتلال، ومن باب والله جو لمساعدتنا لطرد داعش. ليش الآن يتحدثون يعني مزايدة كما يعني تصفها وصفها أبو مصطفى المتصل من موصل، يقول لك هاي مزايدة انتخابية والجماعة يعني يريد يضحكون على الشعب؟ أستاذ من كان تنظيم داعش أو تنظيم الدولة هم الميليشيات مع القوات الأمريكية يقاتلون صفا واحدا أستاذ، وهاي كان الشغلة أكثر شيء في زمن أوباما. هسه في زمن ترامب تضاربت المصالح أستاذ. ترامب هو وزراء خارجيته والدفاع ضد إيران، وتشوف التصريحات الحالية، فاختلفت الكفة يعني ضاربة المصالح ما بين إيران وما بين أمريكا. فبدأت الميليشيات الموجودة حاليا تهدد. هسه العصائب أو النجباء دا يصرح يقول إذا بعد فترة إحنا في أي وقت تعتبر القوات الأمريكية مهددة. يعني يا أهل الميليشيات مو القوات الأمريكية، أنتوا إيران رح تيجي تحارب أمريكا في أرض العراق. نعم. أنتوا لو ما ساد هاي الحقيقة وأردشين إلى. يعني شنو إيران دا تضغط على الميليشيات؟ اضغطوا على 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 البرلمان، اضغطوا على الحكومة حتى يطالبون القوات الأمريكية تنسحب؟ أستاذ إحنا بلد محتل، إحنا بلد محتل، والسيد العبادي المالكي الميليشيات كلها بيد القيادة الإيرانية أستاذ.
القيادة الإيرانية هي اللي تسيرهم. وشفتوا قاسم سليماني يفتر بالشمال بالرمادي يفتر عبالك بيت أبوه، ما شفتوا بوسائل الإعلام الثاني؟ يعني إحنا محكومين استاد الإيران، إيران تحكمنا 100%، وكل البرلمان بيد إيران، الحكومة بيد إيران. استاد حتى هسه هذا الله يخليك، بس أشير إلى نقطة مهمة، هسه ما كل مؤتمر المانحين استاذ، مؤتمر المانحين هذا راح وافقت عليه الحكومه وراح يسووه بالكويت، ايش راح يسوي مؤتمر المانحين؟ ليش راح ينطيهم فلوس بديهم؟ شركات اجنبيه مستفيده، الشركات اللي دمرت العراق، المانيا، بريطانيا، فرنسا، امريكا، وحتى ايران استاذ، ايران قاتله العراقيين اللي تشترك في هذا المؤتمر، ليش راح يلزمهم بديهم الاموال؟ لا، راح تجي هاي الشركات تستثمر ببلدنا. استاذ بالنسبة للرمادي والموصل، هذول ما يريدون جسور ويريدون شوارع، هذول يريدون أموال يبنون بيوتهم، بيوتهم مخربة، هذول شو يسوون بالشارع بالجسر بأي دائرة حكومية؟ هذول يريدون بيوتهم تتعمر، بس هذا مكافأة، مكافأة من الحكومة العميلة للحكومة. طبعا هو الإعمار يشمل من البيت والشارع والمدرسة، هو هذا المفروض الإعمار يكون. شكرا أم زمزم من بغداد. طبعا القيادي في التحالف الوطني عمار طعمة قال بأن العراق لا يحتاج اليوم لأي قوات من أي دولة كانت، فالحاجة انتفت الآن وعليهم المغادرة. يعني يقول لهم الجماعة تعالوا تعالوا روحوا روحوا على أساس. أضاف قرار وجود مدربين أو مستشارين يجب أن نطلع عليه في حال كان بين الحكومة والأمريكيين اتفاق، وفقا لقوله. ليش ماكو اتفاق؟ اعتبر طعمة بأن الوجود الأمريكي الحالي سيكون حجة للتطرف وإنشاء جماعات إرهابية بحجة الجهاد ضد الأمريكيين، كما أن هناك خشية من تحرك منفرد لفصائل أو جهات ضد الوجود الأمريكي، في إشارة إلى ميليشيا الحشد الشعبي وتهديداتها الأخيرة. هو كما يقول ما كانوا الأمريكان ب 2003، شو ما صار جهاد من جانبكم أنتم اللي جيتوا مع القوات الأمريكية. طبعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان اسكندر ويتويت أشار إلى أن القوات الأمريكية في حال كان وجودها مؤقت فلا بأس به، لكن في حال كانت تخطط لبقاء طويل فيجب أن يكون هناك موقف من الآن للحكومة. أضاف نريد من الحكومة أن تطلعنا على تفاصيل وجود الأمريكي، كم هو عدد هذه القوات ومقراتها وسلاحها. يعني الأمريكان راح يجون يقولون إحنا يا أبو هلقد جندي وعندنا هلقد قطع السلاح، هلقد رشاشة، هلقد مسدس. خصوصا طبعا تصريحات من مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يقول اسكندر ويتويت تتحدث عن أنهم لن ينسحبوا وأن وجودهم سيكون طويل في العراق. الخبير في الشأن السياسي يعني اسمه أعيان الطوفان أكد لا أحد يعرف عدد الجيش الأمريكي اليوم في العراق، حتى رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يعرف العدد الفعلي لهذه القوات. وأوضح في حديث لصحيفة العرب الجديد أن وجودهم في 6 قواعد يشير إلى أن عددهم أكبر بكثير من المعلن، وهناك لواء قتالي كامل يقوم بمهام خاصة في العراق على الأرض. أضاف هذا الخبير السياسي أن الوجود الأمريكي سيكون مادة دسمة للانتخابات، فهناك من سيقوم بشتم الأمريكيين وسبهم والمطالبة بإخراجهم، لكنه في الخفاء متفق معهم ويحتاج لدعمهم ويجاملهم. في غضون ذلك لا يبدو مطلب سحب القوات الأمريكية من العراق موحدا، يعني هناك قوة سياسية تعتبر بقاء كما أشرنا القوات الأمريكية مطلبا مهما في الوقت الحالي. طبعا الكل متفقين، الجماعة يعني كل متفقين على، وإذا مو برضاهم يعني غصبا عنهم. هاي قوات احتلال من 2003 ولغاية الآن، ما هذا الكلام يطلع على الشاشة، ومرة يقول قوات صديقة، ومرة يقول قوات تحالف، ومرة يقول قوات احتلال حسب المناسبة وحسب الموقف. فهذه قوات ما حد يقدر يتكلم معاها. يقول في أنه للحد من النفوذ الإيراني أو مقاومته على الأقل، هذا بالنسبة من وجهة نظر هذه الكتل المؤيدة لبقاء المعلنة بالخفاء وفي العلن، أنه تقول بأن هذه القوات الأمريكية هي لوقف
التدخل الإيراني في العراق. يعني على سبيل المثال عضو التحالف الكردستاني حما أمين تحدث لصحيفة العرب الجديد كذلك بأن الوجود الأمريكي بالنسبة لكردستان مهم، ونعتقد أنه يحمينا من الهيمنة الإيرانية وأي تهديد إرهابي آخر، كما أنه لولا هذا الوجود لتمادت بغداد في أذيتنا بعد مشروع استفتاء الانفصال وفقا لقوله. معنا اتصال أبو أيمن من عمان، تفضل أبو أيمن. حبيبي أسعد الله أيامك وأيام العراق القادم وأيام الشعب العراقي. أهلا وسهلا سيدي. أنا بدي أقول هي إمتى انسحبت أمريكا حتى ترجع؟ وبعدين يعني عارفين إنه اللي قاعد يؤدي دور أمريكا هلا نيابة عنها هم المجوس، والمجوسية والصهيونية وجهين لعملة واحدة، فكيف نقول إنها انسحبت؟ المجوسية والصهيونية وجهين لعملة واحدة، واللي برجع للتاريخ بتأكد منها عبد الله بن سبأ إذا بتسمع فيه. المهم سيدي العراق هاي الشغلة كلام مشان الذرة ما بالعيون وكدعاية انتقادية فقط لا غير. والله الموفق. شكرا أبو أيمن من عمان كان معنا. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم في تقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. سويلين صاروا واي بالشارع سببها كلها الحكومة. يعني إذا أنا لو عندي إمكانية وغير من الله ما أشتغل، والله ما أشتغل، والله أروح للمدرسة أعيش أحسن حياة. الدولة ما تصرف علينا. انهيار هيكلي كبير في بنية الاقتصاد الوطني العراقي. طالب تقابل الوزيرة يومية باكر عقبة مكتب الوزيرة، جيب الوزيرة، راحت الوزيرة. ما الذي جناه العراقيون من وعود الاحتلال وحكوماته المتعاقبة؟ ما الذي حل بالتعليم أو الزراعة أو الواقع الصحي وغيرها من القطاعات؟ لما نصبت بالبرلمان للتعليمات اللي ما حد تعرفونا. الحصاد المر سلسلة وثائقية تسلط الضوء على حقبة الاحتلال الأمريكي للعراق وحكوماته المتعاقبة وما ترتب عليها من آثار سيئة في جميع نواحي الحياة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أبو خالد من قطر، تفضل أبو خالد. أبو خالد يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو خالد من قطر. طبعا القيادي في الحراك الشعبي محمد عبد الله أشار إلى أن المكون السني في العراق الذي أعلن قادته الجهة ضد الأمريكيين عام 2003 وحاربوه يعتبرون اليوم وجوده ضرورة لابد منها. طبعا هذا رأي السياسيين اللي موجودين في العملية السياسية، رأيهم هذا كما ينقله. وطبعا هناك الميليشيات، نأتي على ما قالت له الميليشيات الموالية لإيران، ولكن بعد اتصال من أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك ولكل العاملين من قناة الرافدين المحترمة. أهلا بك أخويا العزيز. بغض النظر عن وجود القوات الأمريكية وخروجها، نعم، الشعب ما نسى اللي سوته القوات الأمريكية بالعراق من تدمير وقتل واعتقالات واغتصاب، نعم، ولحد الآن بعدها عالقة بأذهاننا جريمة اغتصاب بنت المحمودية. يعني مطالبة بعض الأحزاب بعدم وجود القوات الأمريكية بالعراق، أريد أسألهم هو منو بيكم من كل اللي دخلوا خلف الدبابات الأمريكية للعراق، منو منكم كان يعمل أن يكون فراش بوزارة مو رئيس وزراء أو وزير أو برلماني؟ هادي العامري يقول بعد ما أخرجنا القوات الأمريكية من الباب ما نسمح لهم أن يدخلون من الشباك، على أساس هو اللي أخرجهم. نعم. وأنا بس أريد أقول له عيني يا من يسموك بالحجي، أنت وميليشياتك مو كنتوا ويا القوات الأمريكية من كانت تعتقل المواطنين بالمحافظات السنية؟ نعم. وغيرك وغيرك من مقتدر صدر لو جماعة الحكيم لو الثاني، نعم، كلكم مرتاحين للقوات الأمريكية، وهي مطالبكم
بعدم وجود القوات الامريكيه بالعراق الشعب عرف هذين هي دعايه انتخابيه. نعم. واذا انتم مثل ما تدعون صحيح تقولون بان احنا عراقيين وهذا احنا نشك فيه وعندكم ذره من شرف او كرامه طالبوا باخراج الايرانيين من العراق. مو حضره الحجي رئيس العرفاء الهارب هادي العامري يقبل ايد الخامنئي وقاسم الاعرجي يطالب هذا اللي وزير الداخليه يطالب بنصب تمثال وقاسم سليماني بالعراق. وشلون سمحتوا وخليتوا موفق الربيعي اذا انتم عراقيين يرسم خارطه ايران ويضم لها محافظه البصره وميسان ويهديها لايران؟ شلون سمحتوا له اذا انتم عراقيين؟ كل الشعب استاذ عمر كل الشعب يعرف بان هذول وجودهم مرتبط بوجود الامريكان والايرانيين. وكافي والله كافي يعني الى متى نظل نحكي؟ يعني كافي يا شعبنا كل ما تشوفون عمامه سوداء تتبعوها وبالاساس انتم ما تعرفون شنو اصل هاي الاعمامه عراقيه او مو عراقيه. النجفي باكستاني، السيستاني افغاني، بيت الصدر عرفنا بانه هم كان اصلهم افريقي ونزحوا يعني لا ما نريد ندخل بهذا الاصول واحنا والله ذولا من كذا ذولا من كذا. يعني احنا نتحدث في موضوع يعني ما نريد احنا لازم اكو برهان ودليل. وثانيا احنا موضوعنا نتكلم هاي انت تشوفها دعايات انتخابيه الجماعه يقدرون يطلعوهم لو ما يقدر يطلعوهم لو بس مثل ما نقول بالعراق باللهجه العراقيه الجماعه يعني قضوها علينا بس همبله وسوالف. هي مثل ما تفضلت استاذ عمر همبله وفيكات وعلى اساس هم وطنيين وهي كلها دعايه انتخابيه الانتخابات قربت. نعم. الجماعة يتأملون بأنه قادة الميليشيات يدخلون للبرلمان وإذا دخلوا للبرلمان اقرع العراق السلام. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. عاود الاتصال معنا أبو خالد من قطر. تفضل أبو خالد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك أخي العزيز. في مثل عراقي يعرفونه كل العراقيين يسمعوني يقول لك هذول كلابشي هذول اللي حاكمين الموجودين بالسلطه حاليا كلهم لاوشيه. زين اخي العزيز اذا طلعوا هم يقدر يطلعون الامريكان ما يقدر يطلعون الامريكان. اذا طلعوا الامريكان هم يقدر يظلون موجودين بالعراق يظلون يحكمون بالعراق. هاي العصابات الميليشيات هذه يقدر يظلون بالعراق. اخي العزيز سنه حرب ال 73 كان رصيد العراق استاذ عمر كم؟ 432 مليار دولار. شنو يملك العراق حاليا؟ سنة 73 حرب 73 كان رصيد العراق 432 مليار دولار. شنو يملك العراق حاليا؟ نفط حرامية. هذا نور الحكي اللي أبو من 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 شوارع دمشق ضرورة تعال تتكلم. كان ما يملك حق ربط الخبز. كان ساكن عندنا في دمشق فوق مخبز يعطيه صاحب الخبز صاحب المخبز بلاش ما يملك حق ربط الخبز جابوه وهو يقدر يتكلم حاليا. حاليا الرصيد في 63 مليار وذبح 82 طيار. عمر استاذ عمر وين الطيارين العراقيين؟ وين الدكاتره العراقيين؟ وين المهندسين العراقيين؟ يا اخي ثقافتكم اهل العمايم هذول الخنازير وجوه خنازير هذول كلهم تابعين لايران وتابع ايران تابعه للصهيونيه العالميه لا اكثر ولا اقل. اخي العزيز بهران فيها 124 معبد يهودي ما فيها مسجد سنة واحد. وهذول كلهم وجوكم من ايران، كلهم تابعين لاسرائيل واسرائيل هي اللي تقودهم. شوف في حاليا واحد عراقي مسؤول طلع لي مسؤول واحد تكلم على اسرائيل يقدر يتكلم على اسرائيل؟ يقدر يجيب اخبار اسرائيل؟ ولا يقدر يتكلم. الدخان اللي تشربونه كله صناعه في الاردن صناعه اسرائيليه. عم خلي يتركون الشعب كل شيء يجيكم من الاردن خلي يتركون الشعب بحاله ولا يتكلمون على اسرائيل؟ ايوه يا اخي العزيز عمر ناشدوا الشعب العراقي ناشدوا المسؤولين العراقيين ناشدوا الشيوخ العراقيه ناشدوا القبائل العراقيه. اخي العزيز فرنسا لما كانت بريطانيا عفوا لما كانت محتله العراق راحت وقاموا عليها الشعب العراقي راحت قابلت الشيوخ القبائل شافت الموضوع قالوا الموضوع انتهى خلاص ناشدوا الشعب العراقي. يا اخي ناشدوا الشعب العراقي كان ارمن ولا سنه ولا ياشورين ولا كراد. امريكا قاعده تسرق سرقت كل العراق يا اخي العزيز. في ثاني دوله بالعالم في بترول في ثروه زراعيه في ثروه سمكيه في شعب في والله العظيم احنا يا استاذ عمر عاشرنا المهندسين العراقيين رائعين عاشرنا الدكاتره العراقيين رائعين. اي واحد يجي يلاقي دكتور عراقي يقول لك خلاص هذا مميز. روح شوف حاليا استراليا كل الدكاتره عراقيين من امهر دكاتره العالم.
هذول العمايم هذول كلهم قاعد ياخذون رشاوي من امريكا بس لا اكثر ولا اقل، رشتهم استستاني. هذا الخنزير اللي اصله سيكي هندي، هذا الاستستاني اصله سيكي. وعلى فكره هاي القصه سمعتها من واحد شيعي زمان انه هذا اصله سيكي هندي، ما له علاقه بالعروبه. يا اخي احنا نحترم كل القبائل، يا اخي انا اليوم مالك من قبل واحد هندي سر القران كامل خلصت لما لف في نفس مريض نادرانكم مالي ماله يا اخي، روح يعبد كرخانه ولا يعبد كنيسه ولا يعبد، مالي شغل. بس احترم انسانيته واحترمك واحترم عقيدتك واحترم مسجدك واحترم مالي شغل شنو تعبد انت. نعم. شوف الهند مليار و600 مليون يعبدون، كم ناس يعبدون برج الحليم وناس يعبدون في ايران وناس يعبدون بقر. نعم اكثر من 300 ديانه. نعم ايوه متقدمه. مش هذول كل يوم واحد يطلع والله ما يقدر يتنفسون مع الامريكان، الامريكان يدخلون غصب عنهم ويدخلون. نعم. من غير جواز ويركب سياره من غير جواز، العراقي ما يقدر يطلع له بجواز. نعم. ما يركب سياره الا برخصه ويدفع رشاوي كمان، ما عليك من الكلام. نعم. شكرا لك والله يبارك فيك. شكرا ابو خالد من قطر، شكرا لك. طبعا ميليشيات مواليه لايران خلال الساعات 48 الماضية هددت باستهداف القوات الأمريكية في العراق واعتبارها أهدافا شرعية كما صرحت وقالت، أبرزها طبعا ميليشيات النجباء وحزب الله، وهو ما قد يفتح طبعا باب التصعيد من جديد، خصوصا وأن ثلاثة من المعسكرات الأمريكية في العراق تقع على مقربة من مناطق نفوذ تلك الميليشيات. من جهة أخرى طبعا دبلوماسيون قالوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد ضغوطها على شركائها الأوروبيين في حلف الناتو شمال الأطلسي لبدء مهمة طويلة الأجل في العراق للتدريب وتقديم المشورة. أوضح خمسة دبلوماسيين كبار في الحلف بحسب ما نقلته وكالة رويترز بأن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بعث برسالة إلى مقر الحلف في يناير كانون الثاني تدعو إلى تشكيل بعثة رسمية للحلف في العراق بقيادة دائمة أو شبه دائمة لتدريب القوات هناك. والمتوقع أن يبحث وزراء الدفاع بدول الحلف المطلب الأمريكي في بروكسل الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يصدر قرار بهذا الشأن في قمة تعقد في يوليو تموز المقبل. هذا على صعيد التصريحات الرسمية أو ما تم تسريبه من وجهة النظر الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بقائها الطويل في العراق وتقول بأننا لن نكرر الخطأ مرة ثانية وسنبقى في العراق، والحجة هو لمحاربة الإرهاب ودعم القوات الحكومية. أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك يا أخ عمر ومشاهدين المحترمون طال عمرك. بالنسبة أنا أتأكد أن قوات الاحتلال الأمريكي لا يعلم فيها حتى الحكومة العراقية الحالية، بعد الانسحاب 2011 ما بقى في القوات الأمريكية 17,000 مقاتل أمريكي في العراق وثلاث قواعد أمريكية موجودة طال عمرك، هي شمال العراق والحطانية والمنطقة الوسطى اللي هي طال عمرك أعتقد أن المثنى تقريبا. نعم. أما الحكومة العراقية لا تعلم أي علم في القوات، عدد القوات الأمريكية اللي موجودة في العراق ما سرق لها والحبادي أن يقول قوات التحالف وأن شاركنا بالقوات الجوية، هذا قاعد يقص على الشعب العراقي. نعم. أما بالنسبة حق التكاليف نعم نعم أبو راشد. أبو راشد من عمان كان معنا يقول علاء من البصرة أو علا من البصرة، كل الحكومات مسيسة من قبل إيران، ولكن أنا عتبي على الشعب لماذا لا يتصدى لهؤلاء الطغاة، لماذا هم خانعين وساكتين. في رسالة أخرى يقول لن تتحارب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أبدا لأن لهما مشروع مشترك لتدمير العراق، والدليل على ذلك عام 2003 عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية العدوان على العراق لم تتحرك إيران أو ميليشياتها لمحاربة الشيطان الأكبر، بل تركت إيران العراق، مع العلم أن العلاقات قد تحسنت في ذلك الوقت. أبو ياسين من بغداد معنا اتصال، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي قناة الرافدين ولكل عراقي شريف وعربي شريف. أهلا وسهلا بك.
أخي هي أمريكا قواعدها موجودة من الاحتلال العراق، قواعد أمريكا بصورة غير مباشرة، هم هذه الحكومة والميليشيات وإيران. أخي هؤلاء مجموعين وطايرين إيد وحدة لمساندة أمريكا ضد العراق وشعبه، وهذا واضح. حتى هذا الخبر خبر القواعد، أخي هذا الخبر حزين بالنسبة للعراقيين أبناء دجلة والفرات، ومفرح بالنسبة للخونة يعني هذه الحكومة والميليشيات. نعم أخي فرحوا لأن أمريكا هي اللي وصلتهم ووسعت لهم المجال بالقتل والسرقات وتفليش العراق بالكامل. نعم. فهذا الخبر مفرح، خبر القواعد في العراق. أخي هؤلاء أوصفهم بالقصة. القصة تأكل وتشرب بالبيت اللي هي عايشة به وتدعي إنه هذا البيت ينهجم على موت هاي القصة تشبع، وهذول أنجس من القصة طبعا. أخي هم دا يقولون إحنا رجال وإحنا أتباع أهل البيت، وهم دجال أنا نعرف بيهم. إذا يقولون إحنا أتباع أهل البيت، فإنهم إذا وقفوا بوجه أمريكا بنصب القواعد، والله والله من باكر أمريكا ترجعهم للسترة القديمة. أخي أمريكا تعرف العراق ما بي حكومة وطنية، ليش ما دخلوا قواعدهم من ذاك النظام السابق؟ يعرفون النظام السابق نظام وطني ومحافظ على وحدة العراق. نعم. ورافض دخول الشياطين. زين أبو ياسين، جماعة الميليشيات الميليشيات الأمريكية. نعم. على أنت برأيك بالفعل من الشعب العراقي خاف الشعب العراقي. تسمعني أبو ياسين عليهم يقول لك أبو ياسين تسمعني أمريكي. أبو ياسين تسمعني أبو ياسين مش الصغير أبو ياسين نعم تسمعني أبو ياسين نعم أخويا نعم نعم. الجماعة يقول لك الميليشيات الموالية لإيران يقول لك إحنا يعني راح نستهدف القوات الأمريكية، برأيك نعم. يستهدفوها لو بس سوالف، وعلى شنو يستهدفوها يعني؟ أخي أبو ياسين من بغداد كان معنا، هناك مشكلة في الاتصال. معنا أبو عبد الله من لندن. أبو عبد الله نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نفس التساؤل، الميليشيات تهدد باستهداف القوات الأمريكية في العراق، أنت تشوفها حكي إعلامي لو صدق يريد يضربون القوات الأمريكية، وعلى شنو يضربوها؟ شنو المناسبة يعني؟ لا أكو حرب ولا أكو شيء، شنو الجماعة؟ يا أخي عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه كان يقول اللهم أدفع الظالمين بالظالمين، إن شاء الله نارهم تأكل حطبهم، إن شاء الله يضربوا بعض. هذه نقطة. السؤال أنا أجيب على سؤالك. في أيام علاوي السستاني قالوا يعني مرجعية السستاني مكتبه، طبعا مثل ما قلت هو لا يتحدث، المكتب قال اقتراب الجيش الأمريكي من النجف من قبر إمام علي خط أحمر. طبعا إذا سمعنا وسائل الإعلام نقلت أن الجيش الأمريكي ضربوا قبر إمام علي، فعلاوي يعني الأمريكان أجبروا علاوي أن يجبر ميليشيات مقتدى الصدر الذي كان يهدد الأمريكان، أجبروا ميليشيا الصدر أن يبيعوا أسلحتهم، ورأيناها صورة وصوت. الكلاشينكوف باعوها $200 و-RPG-7 $500. ما أدري هل تتذكر هذه الأشياء يا أخي عمر؟ نعم فأجبروا. فأنا أتوقع الأمريكان يغيروا قواعد اللعبة السياسية. الأمريكان طبعا ما يريد يضحوا بالجنود على الأرض، لأنه عندهم تجربة مع أهل فلوجة والرمادي، قتل جنود كثير منهم، وكانوا يعني عملوا لأهل السنة مثلث السني، كانوا يعني يسموها مثلث الموت إذا تتذكر، يعني كانوا يسمونها. نعم. فأمريكان عندهم خبرة، فما يريد يضحوا بالقوات البرية، فأمريكان نعم. يقصفون جوا، واستخدموا الميليشيات على الأرض، فخلوا الميليشيات هم زين. هي هاي المزايدات هاي يعني يعتبروها المراقبين أنها مزايدات انتخابية، يعني جماعة مرة يطلعون يقول لك إحنا والله أطلعوا انتخبوا لأن أكو كتل أو أحزاب سياسية تابعة للبعث، ومرة يقول لك انتخبوا القائمة الفلانية ولا تنتخبوا القائمة الفلانية. زين هاي المزايدة على شنو مثلا؟ يعني معقول الشعب ما يعرف هاي القوات الأمريكية موجودة من عام 2003 وهي داعمة العملية السياسية وهي داعمة الجماعة اللي موجودين في الحكم وجابتهم إلى هذا النظام وإلى هذه السلطة؟
على من يضحكون؟ يعني دائما احنا دائما نردد هذه العباره، على من يضحكون؟ يعني الجماعه يوميه طالعين لنا فيلم هندي. اخي عمر، الامريكان عندهم اكبر سفاره يعني بنوها في بغداد في الشرق الاوسط، وراح اكبر قواعد يعملوها في العراق. فامريكان يغيروا قواعد اللعبه السياسيه. امريكان يوم غزوا العراق ضربوا القوانين الدوليه بعرض الحائط، يعني جاءوا بدون تفويض الامم المتحده الى غزو العراق، وبعدين اطلقوا صفه الشرعيه متواجدين في العراق، قالوا نحن موجودين في العراق بطلب من الحكومه العراقيه لحفظ الامن. لكن انا اذكرك بتصريح لديفيد بيترايوس. ديفيد بيترايوس يقول اكبر منظمتين ارهابيتين يهددان الامن واستقرار العراق هو ميليشيا صدر وبدر. فهم هؤلاء يعني مثل حشاك كلاب سائبه. فهم الحكومه العراقيه يعني اصلا يعني ينفذوا اجنده من يستطيع ان يقول الامريكان اخرجوا. فهم مثل ما قلت يضحكوا على الشعب العراقي، يعني ايش يعني فقط هذه مثل ما قلت دعايه انتخابيه ايضا فقط للاستهلاك. فلن يتمكنوا ان هؤلاء الميليشيات ان يتقربوا من الجيش الامريكي. ولكن نقول ان شاء الله امريكان يضربوهم ويرسلوهم يلطمون في قم وطهران ان شاء الله قريبا. ابو عبد الله من لندن كان معنا. اعزائي المشاهدين، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول هذه دعايات انتخابية، أقول بأي غطاء أتوا؟ لقد دمرتم مدن العراق وحققتم كما يقول النصر المزعوم. هذا ضحك على الذقون ابن ميسان. في رسالة أخرى يقول مبروك من الإمارات. تشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التخبط والفوضى مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث تشكلت العديد من التحالفات الانتخابية التي شهدت انشقاقات منذ تشكيلها، وتحاول الميليشيات تعزيز نفوذها عبر الانتخابات مع وجود بصمات إيرانية واضحة في هذه التشكيلات، والتي جعلت جميع المتناحرين من السياسيين في خندق واحد على أساس طائفي يراد منه بسط مزيد من النفوذ والسيطرة على العراق. هؤلاء الذين قالوا أنهم أخرجوا المحتل الأمريكي وهم لم يفعلوا شيئا، بينما هم صفق المحتل على العراقيين الأصلاء عدم الرضوخ لهم. مبروك من الإمارات. موضوع أنه المطالبة في هذا الوقت بانسحاب القوات الأمريكية قبل الانتخابات واضح ولا يحتاج له إلى أي تحليل أو تفسير، مزايدة انتخابية. ولكن الشعب يعني تعب من هذا الكلام، أنه يقول لك والله أنا أنت جاي علي تحكي لي بالأمريكان، ويعرف أنه أنت الأمريكان اللي جابوك. احكي لي شنو اللي قدمته أنت، شنو المشروع اللي سويته، شنو المدرسة اللي بنيتها، المستشفى خلال هاي السنوات الماضية. ماكو شيء، فقط أزمات سياسية. ولغاية الآن احنا في الشهر الثاني والموازنة عام 2018 لم تقر، لأن يعني الجماعة ما متفقين على ايش قد ياخذ البرلماني حصته والوزير. تدري دول ميزانيتهم لازم يعني تكون مضمونة، فلم تقر. لو كانوا حريصين على البلد صحيح لكان خدموا البلد. راح يقول لك واحد والله مو احنا اكو ارهاب وداعش وتفجيرات والى اخره. هذه كذلك حجج،
هناك مناطق آمنة وهناك حتى بلدان تتعرض إلى حروب وتتعرض إلى دمار، ولكن بأيام قليلة تقوم بإعادة بناء ما دمر في الحرب. فهذا الكلام عن أنه الميليشيات تهدد القوات الأمريكية ربما يحمل أن هناك يعني تصعيد ما بين واشنطن وما بين طهران، صدام عسكري ربما، الله أعلم. وحديث نائب الحرس القائد العام للحرس الثوري الإيراني نائب اسمه العميد حسين سلامي قبل يومين تحدث بأن الجيش العراقي والجيش السوري هما يمثلان العمق الاستراتيجي لإيران، وأن مواجهة العدو خارج الحدود أفضل من مواجهة العدو داخل الحدود، وهو تصريح واضح وواقع الآن الحال ما يجري في العراق وما يجري في سوريا وما يجري في لبنان وما يجري في اليمن هي تصفية حسابات من قبل الحكومة الإيرانية ومحاولتها تصديرها للثورة والفكر، فكر ولاية الفقيه في هذه الدول. معنا اتصال عبد الله من البصرة، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى قناة الأفدين نور العين والمشاهدين الكرام. أهلا بيك. أهلا بيك. أستاذ عمر، هذول الميليشيات هسه اللي هم هسه لما أمريكا هم يجون يحكون يقولوا إحنا والله نطلع أمريكا، إحنا كيف نقول أمريكا؟ حتى الصواريخ بكت تطلع إيرانية حتى هم إيران. نعم. إحنا كيف يا ريت، بس هذول بس حكي وإعلام قدام الشعب في سبيل ينتخبونهم العالم. وهذول يعني هذول قاعدين بس على اهل السنه والجماعه بالقصف مالتهم على المدن وعلى المهجرين وعلى الخطف وعلى هاي، هذول ما يقدرون يحاسبون امريكا. امريكا هي اللي نعمتهم من بعد ايران، هي لو ما هي هم يجون هذول يسوون يطلعون استعراض ويقتلون ويسلبون وينوبون، هل يسكتون شوي خل يستحون. امريكا ما تطلع الاستعمار هذه 500 سنه غصبا عليهم، هذا هم رادوا، هم جابوا امريكا ومو شعب جاب امريكا. نعم. تفضل سلام. لا شنو الصحة وهسه؟ والله ما أدري إيش مود. أقول لك أنا يعني هم مو صحة، هم ما يسعون. نعم. هم ما يسعون من لما ما تنتهي إيران الشعب يسقطها، وقت ما تسقط إيران الشعب العراقي يسقط هذول أتباعهم. نعم. وتنتهي السالفة. زين مثلا أما نقولكم الغطاء الجوي خسرها بالمعارك الأخيرة ويا داعش، تدريب وأسلحة وغطاء جوي، جاي تنكر الجميل يعني وتقول والله ذا قوات احتلال لازم يطلعون هسه؟ يعني هسه خلينا نفرض مثلا جت مثلا جماعه متطرفه مثل داعش او داعش في منطقه معينه واخذوها لا سامح الله، هم الجماعه يقول الامريكي يابا تعالي عاونينا، دافعي ويانا حتى نستعيد هذه المنطقه؟ يعني شنو يشتغلون عندهم الامريكان مثلا يقول لك تعالوا روحوا اليوم وباشر ارجع له شلون؟ أخي هذول مثل ما قلت لك فيه جميل. نعم. هذول اللي بداية الثورة مال الأنبار 2014 مو جابوهم وقعدوهم ببيوتهم وكلوهم. نعم. وشربوهم وطهم ملابس تشاديش وتالي ما تالي شو بسوا ببيوتهم. نعم. هذول منهم عندهم ما يعرفون جميل يا أخي، هذول ناس عشان يسمع متشتعين، هذول عايشين على هاي الشغلات. نعم. زين ولا اقتل اسلب انهب خرب بلدك، زين تمر بغير الدولة يتمون دولة إيران يا أخي. نعم عبد الله من البصرة، أنا أشكرك عذرا لضيق الوقت وانتهى وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.